العربية والحكومة المصرية ومكتبة الإسكندرية، واسمحوا لي أن أدعو السادة رؤساء الوفود الثلاث الرئيسية للمشاركة لفتح باب النقاش وتقديم رؤية كل منهم لما انتهى إليه مؤتمر هذا اليوم. السيد مستر تارو ناكاياما، would you please join us؟ إسماعيل سراجدين، ألكسندريا، توشوكانشو، نرابي، غورتشيكي نو ميناساما. ساغوريتس كارا فتسكاغان ني واتاري، يويكينا غيرون مو فكاكو كيكوتو غاديكيماشتا. سوشتي غيرون مو سيكا توشتي، ماتا سراجدين، توشوكانشو نو كيويتيكينا، إنشاتيب مو موتو. アレクサンドリア宣言という素晴らしい文書がまとめられました。その宣言の最初にニュードーン、新しい夜明けと書かれています。イスラム教徒の皆様にとって夜明けの祈りは一日の始まりであり、物事の始まりだと聞いたことがあります。 この会議が日本とアラブ諸国の真の友情形成の夜明けになると確信しています。ちなみに安倍前総理はこのような雰囲気を察知し、今年春に中東訪問した際に日本中東新時代の幕開けと発表されました。私は日本にとって死活的な重要な 中東地域の安定と繁栄に向けて、パートナーシップ、アラビアカという、シャラーカを強化するということ、そのために様々な分野での対話を促進し、相互理解を深め、信頼関係を固めた上で、実務的関係を構築していくこと、これは我々にとって信じられる内容であることが、 この2日間の議論を通じてよく理解できました。このアレキサンドリア宣言は我々のパートナーシップの指針であり、新しい時代のコンパスであろうと思います。この会場を見渡しますと、政治家、 有力な大企業のビジネスリーダー、著名な文化人、有識者、科学者、医師等、日本がアラブが層から、そうそうたる人々が参加されていることがわかります。これだけで、知の巨人が一堂に会し、議論を行った。 これこそ新時代の幕開けを象徴するものであり、重層的な関係構築の構想となるものと確信します。一昨日、この日本アラブ会議の生みの親とも言うべき、日本アラブフォーラム、対話フォーラムが、この図書館で開催され、 自分も日本が座長として参加しました。その場でも申し上げましたが、どこの国でも政治家が最も勢力を注ぐときは、国の安全保障に関わる国際問題であると思います。私は外務大臣時代はもちろん、そうでないときも外交に関わってきましたが、 やはり改めて思うのは、人の意見を聞くこと、相互に理解し合うこと、そして真の友人となること、これが平和な世界を築く基本であるということであります。安倍前総理が
半年前にこの地で活発した日本中東新時代とは、私よりに言えば心の触れ合う日本中東時代と言うべきでありましょう。最後になりますが、世界最高の学術の殿堂とも呼ばれるアレキサンドリア図書館が取材したこのアレキサンドリアの地に向いて、日本とアラブの関係史に関わる知的集まりが催され、私も参加の栄光に依頼したことを心から感銘深くしております。改めてイスマール・サラゲディーン図書館長をはじめ関係者の方々に感謝して私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 Thank you. Thank you. Thank you, Excellency. And, والآن اسمحوا لي أن أدعو السيد عبد العزيز التويجري نائب رئيس الوفد السعودي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. أنا فوجئت بوجودي على هذه المنصة، ولذلك أعتذر إذا كان هناك تقصير فيما يتم طرحه أو الحديث حوله، لكنني في البداية أستأذنكم في أن أهنئ سعادة الدكتور سراج الدين إسماعيل سراج الدين وزملائه الذين بذلوا جهدا متميزا في الإعداد لهذا المؤتمر، فجاءت النتائج متفقة مع الإعداد والجهد الذي بذل، فالشكر لهم وأسأل الله لهم وللجميع التوفيق. المؤتمر كان فرصة لاجتماع كوكبة متميزة من العلماء والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال، وهو اجتماع تم خلاله طرح كثير من الأفكار والاقتراحات التي سوف تساهم إن شاء الله في تعميق وتوسيع العلاقات بين العرب واليابان. علاقة العالم العربي مع اليابان بدأت منذ عهد طويل وتوسعت وتعمقت لتشمل عددا من المجالات التجارية والثقافية والاقتصادية، ونحن فيما نرى وفي المملكة العربية السعودية نشعر بالرضا، كل الرضا عما يتم من تطور في العلاقات بين العرب وفي السعودية بشكل خاص واليابان. نحن نشعر أننا نقترب من بعضنا في كل مناسبة تتاح للاجتماع والمناقشة والبحث. أنا لن أتطرق إلى النتائج التي تم التوصل إليها، فقد عشتموها واطلعتم عليها واستمعتم إلى العرض المتميز الجيد الذي قدمه سعادة الدكتور إسماعيل سراج الدين هذا بعد ظهر هذا اليوم، والنتائج والحمد لله كانت متعددة وواعدة، وأهمها ما نحمله في قلوبنا من مشاعر وآمال، وما سوف يبقى من ذكريات عزيزة على النفس، ذكريات اللقاء وذكريات التميز الذي عشناه في اليومين الماضيين. الأمل أن نخرج من هنا إلى مجالات عملية نستطيع من خلالها أن نطبق ما فكرنا فيه، وأن نجرب ما اقترحناه، وأن ندرس العوائق التي تعالج يعني تطور العلاقات إلى مزيد من التقارب بين الشعبين، وإلى مزيد من إثراء العلاقات، وإلى مزيد من الدعم السعودي، قصدي آسف، الدعم العربي لما يطرحه اليابانيون، وطرح والدعم اليابانيين أيضا لما يطرحه العرب من قضايا ومشكلات. الأمل أن نستطيع أن نحقق نتائج إيجابية أكثر إيجابية،
وأن نعمق العلاقات فيما بيننا. شكرا جزيلا لاستماعكم وللجميع. نشكر سيادتكم، واسمحوا لي الآن أن يشرفني أن أدعو الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين، فليتفضل سيادته. شكرا للحضور الكريم. أريد أن أبين أن معكم الآن ثلاث ورقات، وأريد أن أشرح الفرق ما بين الثلاث ورقات الثلاث. الورقة المكتوبة باللغة الإنجليزية ومطلعها Japan Arab Conference، وفيها العنوان Towards a New Japan Arab Partnership. هذه هي نتيجة اللقاء الموسع الذي حضرناه وانتهينا منها اليوم في الاجتماع الساعة الرابعة. فهذه هي الاجتماع الموسع الذي حضره 250 شخصية من العالم العربي واليابان. وهناك ورقتين، إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية. الإنجليزية مكتوب عليها درافت ولكنها شبه نهائية، مكتوب عليها Japan Arab Dialogue 5th Session 19 نوفمبر، وتبدأ بكلمة Overview. أما طبعا العربية فهي النسخة العربية الوحيدة المتاحة. هذه الورقتين، هاتين الورقتين تمثل ما انتهينا إليه كوفود ثلاثة مشاركة في أطراف الحوار العربي الياباني في دوراته المختلفة، والذي يضم وفد اليابان ووفد المملكة العربية السعودية ووفد جمهورية مصر العربية. هذا الحوار أعلننا هذه النتيجة في نهاية يوم 19 قبل أن ندخل إلى المؤتمر الموسع الذي حرصنا أن يحضره أكبر عدد ممكن من القادة، قادة الفكر والاقتصاد والسياسة من العالم العربي. ويسعدني أن أؤكد أن حضر هذا الاجتماع 250 شخصية سجلوا في المؤتمر من 17 دولة عربية بما فيها مصر واليابان. ولن أطيل أكثر من هذا التوضيح سوى أن أشكر السيد ناكاياما، وأشكر الأخ العزيز عبد العزيز التويجري، وأرجوه أن ينقل أيضا شكري لباقي الزملاء السعوديين وبصفة خاصة الأخ العزيز عبد الرحمن الزامل الذي اضطر إلى مغادرة قبل هذا اللقاء. أشكره وأشكرهما على الروح الطيبة التي تمكننا معا أن نوجدها في هذه الحوارات، سواء في الحوار في لقائه الخامس أو في المؤتمر الموسع، وكان ذلك بفضلهما وبفضل الزملاء الآخرين المشاركين. وأتقدم بالشكر لهما ولكم جميعا ولكل الزملاء باسم زملائي في مكتبة اسكندرية التي شرفت بوجودكم معنا في رحابها اليوم. وأرجو أن أذكر كل الحاضرين من أهل الإعلام والصحافة أن إذا لم تتاح لكم فرصة زيارة مكتبة الإسكندرية بعد، فأرجو أن تزوروا المكتبة، لأنها ليست مجرد مكتبة، فهي تضم 7 مراكز بحثية و3 متاحف و9 معارض قائمة وأرشيب الإنترنت والبانوراما الثقافية وغيرها من الأمور التي تستحق الزيارة. فأهلا بكم وشكرا لكم. والآن أدعو السيدات والسادة الحضور الأفاضل بطرح تساؤلاتهم للسادة رؤساء الوفود، فليتفضل. الأستاذ كمال جبلة من الأهرام، تفضل سيادتك. شكرا جزيلا. يعني أود
في البداية نيابة عن كل الزملاء الإعلاميين والصحفيين أن أتوجه بالتهنئة إلى مكتبة الإسكندرية وإلى منظمي هذا المؤتمر على هذا النجاح الهائل الذي حققه المؤتمر. وأنا كمراقب للعلاقات اليابانية العربية أشعر بأنها فرحة كبيرة وأنه حدث مهم للغاية وقد حقق إلى حد كبير ما كنا نتطلع إليه. لدي ثلاث أسئلة تلغرافية إلى السيد ناكاياما والدكتور إسماعيل سراج الدين وإلى السيد التويجري. السيد ناكاياما مش هسأله عن تعليقه أو تعقيبه على نتائج المؤتمر لأنه اوريدي اتكلم عنها. أنا هسأله أنه أشار في كلمته الافتتاحية في الجلسة الافتتاحية إلى أن اليابان وماليزيا بدأتا مشروع مماثل في الثمانينات وقد حققت ماليزيا بالفعل نجاحا باهرا نتيجة لمثل هذا اللقاء. هل تتوقع ناكاياما سينسيه أن تتقدم العلاقات العربية اليابانية وتتحقق تنمية في البلاد العربية مماثلة لما حدث في ماليزيا؟ يعني هل تتوقع أن تسير الأمور إلى نفس المستوى الذي حققته العلاقات الماليزية اليابانية؟ وهل ده معناه أن احنا إن شاء الله ننتظر حتى سنة 2030 ممكن نراه ولا ممكن يكون أقرب وبسرعة ونقدر نستوعب ونختصر الطريق؟ سؤالي للدكتور إسماعيل سراج الدين وهو رئيس الجانب المصري في الفورم أو المنتدى العربي الياباني، إلى أي حد تمكن هذا المؤتمر العربي الياباني الأول من تقريب الفجوة في بين الثقافتين العربية واليابانية؟ وهل يمكن أن نقول أننا في الطريق الآن إلى خلق ما يسمى باللوبي العربي في اليابان، بمعنى أن يكون هناك درجة عالية من الفهم للأوضاع العربية في اليابان ويكون هناك متحمسين من القادة والنخبة اليابانية للوقوف إلى جانبنا؟ سؤالي التلغرافي وأنا آسف على الإطالة إلى السيد التويجري وهو بيمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي الضلع الثالث في المنتدى العربي الياباني، إلى أي حد وسيادتك قرأت البيان الختامي وقرأت واستمعت إلى الحماس وهذه الإشادة بالمؤتمر وبنتائجه العظيمة، إلى أي حد سوف يمكن أن تتحدث باسم المملكة العربية السعودية وباسم المنتدى العربي الياباني الثلاثي لإمكانية عقد مؤتمر الثاني وتقييمك لإمكانية عقد هذا المؤتمر طالما تحقق النجاح المرغوب من عقد المؤتمر العربي الأول؟ وشكرا. まず私からお答えいたしましょう。成功を祈らずに物事を進めるわけにはいきません。私どもは今日こうして宣言文をまとめるにあたって、あなたのおっしゃったマレーシアのようにルックイーストで、うまくいくだろうかというお尋ねですが、私には十分な可能性をあると信じています。それには政治家の交流はもとより、実業界もそれぞれビジネスをやっています。しかしこの2つにを超えて最も大切なことは、若い学生たちの交流を進めることだと思います。それによってその青年たちが生涯を通じてアラブ世界の友人となると、
ということの中で、この日本アラブの関係は新しい段階を迎えていくと思います。شكرا. أستاذ دكتور اسماعيل سراج الدين فليتفضل. شكرا. ربما يكون المناسب أن نتذكر الاسم أو العنوان الذي اخترناه لهذا المؤتمر، لأنه هو يعبر تعبيرا صادقا عما كنت أتوقع وما أظن أنه تحقق. فنقول فجر جديد، العرب ينظرون شرقا، ينظرون شرقا. هذه بداية التواصل، أن الواحد ينظر، يعني أنت ماشي في طريق كده ولا بص شوف 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 الناحية دي، بص ناحية. فدي أول حاجة، لأن الواقع هو أن العالم العربي ينظر أساسا إلى أوروبا وشمال أمريكا، أمريكا الشمالية، في أغلب اتصالاته الفكرية والعلمية والثقافية وغير ذلك. بنتعامل وبنخش في علاقات تجارية واقتصادية مع اليابان، ولكن فهمنا لهذه الدول واهتمامنا بها قليل. كم من الصحافة والإعلام الحاضرين أو السادة الحاضرين شافوا أفلام ياباني؟ هل تعرض الأفلام اليابانية بصورة مستمرة في دور السينما اللي في العالم العربي، في التلفزيونات العربية، في القنوات الفضائية العربية؟ نعرف القليل عن هذه الثقافات. فبالتالي كان هذه هي دعوة إلى نحن نبني علاقات جديدة ومن ثم فجر جديد، نبني علاقات جديدة ومن ثم فجر جديد، بأن ننظر شرقا. والحقيقة تعليق الأستاذ ناكاما كان مهم، لأنه في فلسفة ماليزيا التي أنجزت الكثير كانت فكرة أن تتنوع مصادر المعرفة وتتنوع مصادر التعاون وتتنوع مصادر التكنولوجيا، ليس فقط مع الغرب ولكن أيضا مع الشرق، كان جزءا من هذه السياسة الناجحة. فأنا أتصور نحن في بداية المشوار، وأعتمد اعتمادا كبيرا على أسرة الإعلام وعلى أصحاب الأقلام وعلى من لهم برامج تلفزيونية أن يقدموا إلى الجمهور العربي هذه الأفكار، وأنهم يفتحوا نافذة على الثقافة اليابانية والتجربة اليابانية وتجربة التحديث دون التغريب، وكل هذه التجارب الهامة اللي احنا ممكن نستأنس بها واللي احنا ممكن نبني عليها. وربما نؤكد في هذا على شيء أساسي، ان تربطنا باليابان علاقات طيبة، ما فيش بيننا وبين اليابان علاقات صدام، عمرهم ما احتلونا، ما كانوش من الدول المستعمرة في هذه المنطقة، موقفهم مننا في أغلب القضايا اللي بتهمنا موقف طيب، حاولوا أنهم يساعدوا في قضايا زي قضية فلسطين، لنا مصالح تجارية معهم ولهم مصالح تجارية معنا، فمما جميعه الفرشة إيجابية جدا أن احنا ممكن نبني عليها علاقات طيبة جدا. ولا ننسى أن اليابان تاني دولة في العالم في حجم الاقتصاد وفي مستوى المعرفة والعلم التكنولوجي وغير ذلك. شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال عن عقد المؤتمر الثاني، أود أن أذكر أن المنتدى بدأ في عام 2003 وهذا هو المنتدى الخامس. المنتدى الذي عقد يوم 19 نوفمبر قبل يوم من المؤتمر في دورته الخامسة، وهو عقد باقتراح من رئيس الوزراء الياباني آنذاك سيد إيبي، وكان بدأ بأضلاعه الثلاثة، اليابان ومصر والسعودية. والمملكة الدورة السادسة سوف تكون
في المملكة العربية السعودية، دورة المنتدى للحوار بين الدول الثلاثة. نحتاج إلى وقت لنبحث ونتشاور مع إخواننا في اليابان وفي مصر لنتفق هل نحتاج إلى أن يكون المؤتمر سنوي أو ربما يكون كل سنتين. هذا أمر لم يتم حسمه لأنه ما بحثناه الآن في خلال الفترة، لكن المنتدى نفسه سوف يعقد في المملكة العربية السعودية إن شاء الله في العام القادم، واتفقنا على أن يتم بحث موضوع الوقت والمكان من المملكة في وقت لاحق. أيضا سيتم بحث مدى الحاجة إلى عقد مؤتمر، ربما لا نحتاج إلى أن يكون المؤتمر سنوي، ربما نحتاج إلى أن يكون كل سنتين كل ثلاث. هذا أمر سوف يتم تحديده في وقت لاحق، وشكرا. سمير سعداوي من جريدة الحياة اللندنية، تفضل حضرتك. مرحبا، شكرا على الفرصة اللي أتحتوها لإحنا يعني الصحفيين أنه نتابع هذا المؤتمر الإيجابي جدا. لكن الذي يتبادر إلى الذهن السؤال هو أن هذا هناك اعتقاد في العالم العربي وفي العالم الثالث إجمالا أن اليابان تتبع في سياستها الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، أو هناك إذا لم نقل تبعية هناك يعني سير بالتوازي في هذه السياسة. فهل أن هذا المؤتمر غير شيئا في هذا يعني التقارب في السياسة الذي يكاد يصل إلى حد التطابق بين السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة اليابانية، خصوصا بالنسبة إلى الشرق الأوسط ومنطقة آسيا؟ شكرا.今あの日本とアメリカの間には日米の同盟関係が確立されています。それは日本が第二次世界大戦で敗戦国としてなって、そして占領下で憲法を改正されて、 そして古い軍に協力をした指導者たちは公職から追放されました。そして昭和1946年に国会の総選挙が開かれて行われて、新しい国会議員が選ばれた。 もちろん占領下のことでした。その占領が終わるときに、ご存じのように北朝鮮が韓国を攻撃するという朝鮮戦争が発生した。朝鮮半島はほとんど 中国とロシアの支援を受けた北朝鮮の軍隊によって韓国は随分攻撃を受けました。しかし米軍がこの戦争の終結に最大限の努力をした。しかしまだ 日米韓にも、いや日本と韓国の、日本と北朝鮮の間にも平和条約は結ばれていません。そういう中で北朝鮮は無警告でミサイルを日本の上空を飛ばしたりします。我々は そういう状況の中で日本の安全保障を考える上で米国との間に
安全保障条約を締結してきました。また若い青年の人たちはアメリカに留学をする数がどんどん増えていった。そして戦後60年、我々はアラブと戦争をしたことはない。イラクの攻撃においてもまたアメリカの貿易センタービルの爆破によって起こったテロに対しても直接軍事的な協力をするという、攻撃をするということはいたしません。ただテロを掃討するためのオイルの補給をインド洋で行ってきた。そういうふうに私どもの考え方はできるだけ軍事力を使わないで協力をしていくということが国民の多くの考え方の中に存在をしています。こういう考え方の中で外交も行われ、また日本自身の安全保障のために日米軍事同盟は維持されています。この歴史的な経過を理解していただけば、日本の立場は理解をされると思います。その日米安全保障条約も、日本が攻撃をされたらアメリカの若い青年たちが血を流して日本を守る。ただしアメリカが攻撃された時には、日本はアメリカのために戦争しに行くことはない。こういうことが現実にあるわけです。だからそういう事情も含めて、アラブと日本との対話が進めば、お互いがもっと理解が深まると思います。مساء الخير، علي يعقوب من لبنان. بداية لابد لنا أن نشكر مكتبة اسكندرية على هذه المبادرة الطيبة، وتحديدا الدكتور سراج الدين الذي أثبت من خلال شخصه الكريم وإدارته العمل المفيد والجيد. Really very professional. أنا عندي سؤال ضمن سياق البيان الموزع الذي هو يمثل لاحقا مضمون هذا المؤتمر إلى الرأي العام. طبعا عنوان هذا المؤتمر هو الحوار العربي الياباني. في مضمونه ربما لدينا بعض الاعتراضات، لأنه يوحي أنه هو حوار سعودي مصري ياباني. عفوا هذه الورقة دي كانت للحوار الثلاثي اللي انتهى يوم 19. هذه الورقة هي المؤتمر الموسع 2021. بغض النظر، ذكرت حضرتك أنه موجود في هذا المؤتمر 17 دولة، وأنا من لبنان. في هذا السياق يعني في شوية تناقض بما يخص، وكونه هذا بيشمل شق سياسي كبير ومحور سياسي كبير يتعدى الصفحتين أو ثلاث صفحات، له علاقة بموضوع إسرائيل.
يعني تعرف نحن اليوم مصر تحديدا، وأنا مع كل احترامي للسعودية ومصر وما يمثل وهم يمثلوا العرب بلا شك، جمهورية الإسلامية جمهورية المصرية على مشارف الذكرى الثلاثين باتفاق السلام مع إسرائيل، وبنفس الوقت في ما زال مشكلة كبيرة في المنطقة مع هذا الموضوع، ولبنان عانى ما عانى، والسنة الماضية كان في حرب ضروس حرب تموز وكانت قاسية جدا، وما زال المجتمع اللبناني والمجتمع العربي بأسره يعاني من هذه المنطقة. في يعني وضوح بهذا الموضوع بنفات على نقطتين أساسيتين، هو موضوع الموضوع الفلسطيني ولا تذكر إسرائيل، والموضوع الثاني أيضا موضوع إيران كونه موضوع عربي فتذكر إيران هنا ويقال بموضوع الانتشار الأسلحة النووية، ولا يذكر أبدا موضوع الأسلحة النووية لدى إسرائيل. يعني نذكر إيران من ناحية ولا نذكر إسرائيل من ناحية أخرى، وبالموضوع الفلسطيني أيضا لا نذكره بتاتا. نتمنى أن يكون هذا المؤتمر أيضا إذا كان في من رسالة، رغم أنه أنا أتفهم أن هذه البيان هو بيان دبلوماسي بامتياز، وهذا مفهوم كونه إتس أن إنتر جوفرمنتال ضمن إطار إنتر جوفرمنتال وأمبريلا إنتر جوفرمنتال أمبريلا، ولكن ضمن الدبلوماسية أيضا يجب أن يذكر هذا الموضوع بشكل واضح. شكرا. ربما الزميل يعني لم نوفق في أن نشرح موقفنا بوضوح. أولا الحوار ليس حوار حكومي، وإن كان الحكومات راضية عنه فالأطراف كلها أطراف غير حكومية. السيد ناكاياما عضو البرلمان الياباني ورئيس ووزير خارجية سابق، أنا شخصيا عضو مجلس الشورى ولكن لست عضوا في الحكومة المصرية، والإخوة السعوديين أيضا أعضاء مجلس الشورى ولكن ليسوا أعضاء في الحكومة أو في الجهاز التنفيذي. ثانيا هذا الغرض من قيام هذا الحوار هو ما نسميه track to dialogue في المفهوم الدولي الدبلوماسي، وهو وجود شخصيات لها رؤية ومطلعة على مواقف الدول التي تأتي منها، ولكن في نفس الوقت ما لهاش نفس الالتزام الدبلوماسي. بالنسبة للقضيتين اللي انت أثرتهم، فالقضيتين اللي احنا فعلا، اولا بالنسبة لقضايا مشاكل إيران ومنع انتشار أسلحة نووية، استعملنا الموقف المحدد المعروف الثابت اللي هو بتعاني منه إسرائيل، وهو مطالبتنا بأن كل المنطقة تبقى منطقة منزوعة السلاح النووي. وإسرائيل كما تعلم رافضة لهذا الموقف ورافضة أنها توقع على هذا. أما ذكر إيران، من الطبيعي أن احنا نعبر عن القلق إذا انتشار مش بس تصعيد وتوتر العلاقات ما بين الغرب وإيران بصفة عامة والولايات المتحدة وإيران بصفة خاصة، لأنه ليس من الممكن أن نتخيل الآن أن استمرار هذا التصعيد في مصلحة لأي حد، ولكن أن حل الأمور بهدوء والتعامل على الأمور بهدوء مطلوب، وإن بدل ما يبقى فيه تركيز على السلاح أو البرنامج النووي، لأنه ليس سلاح نووي، البرنامج النووي الإيراني، فلندعو معا إلى أن المنطقة الشرق الأوسط كلها تبقى منطقة منزوعة السلاح النووي. وهذا بيرد على القضية الموقف بالنسبة للسلاح النووي. أما قضية فلسطين فإحنا نعتبر أنها قضية فلسطين قضية شعب وقضية حق، ونطالب بأن الأوضاع الفظيعة اللي بيعيش فيها الإخوة الفلسطينيين تحت الاحتلال
إنها أوضاع غير إنسانية وتتنافى مع كل القوانين الدولية، ويجب المطالبة برفع هذه الأوضاع. ولكن أعربنا أيضا عن القلق فيما يحدث وفي معاناة الموجودة في عدد من الدول العربية بما فيها طبعا الوضع في لبنان، ومذكور هنا إن في هذا طبعا ما نقدرش نلخص كل كلمة قيلت، إنما بننقل بصورة فيها شيء من الوضوح الروح العامة للحوار. سؤالات أخرى. هدى ساعتي من جريدة مصر يوم، تفضلي. مساء الخير، ليا سؤالين لمستر نقيامة. السؤال الأولاني، مصر في الوقت الحالي بتتطلع لإقامة مشروعات يابانية على أرضها، فهل اليابان عندها استعداد أنها تقيم مصانع ومشروعات يابانية خاصة المشروعات التجميعية؟ السؤال الثاني، هل نظرة اليابان للمنطقة العربية اختلفت بعد الحوار العربي الياباني ولا ما زالت زي ما هي؟ شكرا. この2日間の会議で、私自身の考え方には相当大きな影響を与えたと思います。特にサラゲディーン館長の、まあ、チェアマンの下で我々はいろんな意見を交換できました。それは外交交渉ではない、全く民間の立場でこのアラブ地域のいろんな問題、日本の考え方、そういうものの意見の交換ができたんです。そして双方が求めているものは平和なんです、地域の安定なんです。だからエジプトに日本の企業が企業を持ってくるということも、これらのフォーラムの結果いろんな物事が起こってくると思います。日本の企業は海外に随分進出しています。しかし私どもはこれからこのアフリカ大陸も含めてアラブ地域に対して大きな関心を持っているということははっきり申し上げておきたいと思います。ただし企業が進出してくる場合には企業を受け入れられるエジプト政府にもこの日本企業が出やすいような環境の整備をしていただくことが必要だと思います。以上が私の考えです。ムスタファ・アラズラーディ من وكالة أنباء المغربية تفضل. شكرا. انا عندي سؤالين. السؤال الاول يرتبط ب الورقة النظرة العامة الحوار العربي، الورقة دي في محور العراق، وهناك إشارة في آخر الفقرة تتحدث عن إحاطة المشاركين بالدور الياباني في تقديم الدعم الملاحي، وفي نفس الوقت نتحدث عن لقاء غير رسمي. وأتساءل هل العبارة هذه تشير فقط إلى شرح أم إلى دعم، لأننا كما نعلم أن في اليابان هناك حزب معارض وهناك رأي عام أيضا له موقف معارض، وكأننا بهذه الفقرة قد يفهم سؤالي قد يفهم ربما بأن الحوار العربي يدعم موقف الحكومة اليابانية ضد القوى السياسية الأخرى، خاصة أن المشاركين العرب كما يلاحظ الجميع يمثلون كل الأطياف السياسية والثقافية.
سؤالي الثاني يتعلق ب هل هناك إمكانية في الدورة القادمة للحوار العربي الياباني الاستفادة من خبرات خريجي الجامعات اليابانية والذين يبلغ عددهم حوالي 70 دكتور من في الاقتصاد والسياسة، وربما باستثناء السعودية والمصر التي تستفيد كثيرا من خبراتها، نجد عدد كبير من المتخصصين في السودان وفي سوريا وفي لبنان لا تستفيد منهم دولهم في دعم صناع القرار للتعجيل بعملية الحوار. هل يمكن أن يحتضن الحوار العربي الياباني بالمبادرة المصرية السعودية مثل هذه التوصيات لجعل الحوار العربي الياباني فعلا يستعين بخبرات تعرف المجتمع الياباني وميكانيزمات الاقتصاد الياباني واللغة اليابانية والسياسة اليابانية؟ شكرا. دكتور اسماعيل صلاح الدين، تفضل. شكرا. اولا انا عايز اعيد واكرر توضيح أن ما ورد في الورقة العربية هو عن الدورة الخامسة للحوار العربي الياباني 19 نوفمبر 2007 وليس ما حدث في المؤتمر في 2021. دي أول حاجة. فإذا يعني القضية ليست تمثيل كل الأطياف، هذا تعبير عن الناس اللي كانوا حاضرين هذا المؤتمر، هذا اللقاء يوم 19 بصفتهم الشخصية، كلهم بسببهم شيء. بمعنى آخر هذه ليست حكومات. ثانيا الكلمة اللي انت اخترتها أو اللي انت قرأتها هي كلمة سليمة، إحاطة المشاركين بالعلم عما دار في هذا. ده بالنسبة لهذه القضية. أما تبني المزيد من المقترحات، نعم من الممكن، وإن ممكن بلورة هذا في الدورة القادمة، الدورة السادسة من هذا الحوار الثلاثي. واللي نجده ان ممكن النتيجه لهذه الحوارات ان ممكن افكار معينه تصل الى درجه من البلوره، فلما تصل الى درجه من البلوره بتلقى في احضان الحكومات المعنيه لتطويرها ووضعها موضع التنفيذ. وهذا مثلا كان في مبادره للمملكه العربيه السعوديه في لقاء سابق، اظن كان اللقاء الثاني من هذه اللقاءات، على فكرة منطقة التجارة الحرة FTA، وإن ترتب على هذا إن فعلا بدأت حوارات على المستوى الحكومي، ولأن القضية لا تخص فقط المملكة العربية السعودية إنما تخص العلاقات ما بين اليابان وكل دول الخليج اللي هي GCC. فإذا ممكن إنه يصل هذا، والأفراد هنا ممكن إنهم يتبنوا أفكار ويبلوروها في هذه الحوارات، إنما لوضعها موضع التنفيذ في النهاية بتاخد حاجة تانية. المؤتمر يؤدي دور آخر، المؤتمر بيوسع قاعدة الحوار، بيضم رجال أعمال على مستوى كبير، أساتذة متخصصين، أهل الإعلام، المجتمع المدني، شخصيات سياسية ودبلوماسية، ونأمل نتيجة لهذا أن يحصل المزيد من التعارف من ناحية، ومن ناحية أخرى فرص التعاون تزداد، وأيضا أن أفكار جديدة تطرح من كل هذه اللقاءات، وممكن أن احنا بعد كده ناخذ هذه الأمور ونبلورها المزيد من البلورة في اللقاءات الثلاثية. سائل، تفضل. أنا أعتقد أنه السؤال مطروح حول الكفاءات العربية التي ممكن أن تستثمر لتشجيع أو لإثراء النقاش، هذه فرصتها. المؤتمر الذي عقد على هذا المستوى وبهذا الحجم وبهذا العدد الكبير من المختصين والمتخصصين، أعتقد هذا هو فرصة من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة للمشاركة، والمؤتمر كان مفتوح للمشاركة، وبالتالي هي فرصة للاستفادة من الجميع. شكرا. في هلا يؤوت كانت ليها كلمة، تفضلي هلا يؤوت من جريدة اليوم السعودية، تفضلي.
طرحت خلال المناقشات عدة اقتراحات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. فما يخص المجال الاقتصادي بالنسبة للجانب الياباني، كيف يمكن تفعيل الجانب من المعاملات الاقتصادية بين العالم العربي والياباني بحيث لا يقتصر على دور الجانب الياباني نقل التكنولوجيا المعلومات فقط، وكيف يمكن فتح السوق للمنتجات العربية في دولة اليابان؟ أما بالنسبة للجانب السعودية، كيف يمكن تفعيل حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبالأخص السعودية ومصر الذي جاء كل منهما في مقدمة تقرير البنك الدولي على مستوى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط؟ وما هي الخطوات الناجحة التي اتبعتها المملكة لزيادة تسويق السلع في السوق المصري والتي أدت لزيادة في الميزان التجاري لصالح المملكة العربية السعودية؟ شكرا. أخذ الشق الأول موجه لمستر ناكاياما. صحيح مستر ناكاياما. The first part.日本は今、いろんな国との間に自由貿易協定を結びつつあります。それには経済界の専門家、学識経験者、それと政府代表、双方がいろんな このシステムを作って協議を進めていく、こういう機会がなければマーケットの開いていくということは非常に難しい。だから今お尋ねの点については、これからどういう方向でエジプトと日本の間の貿易をさらにするかといったことも 話しておいていく必要があると思います。السيد عبد العزيز تويجري للرد على الجزء الثاني من السؤال، تفضل. معذرة، فأولا أنا لست رجلا اقتصاديا، وبالتالي يمكن بعض المعلومات غير متوفرة لدي في عند الحديث عن الخطوات، لما نتكلم عن خطوات 1+1. لكن أعتقد أنه من الإجراءات أنه تطوير الأنظمة في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية مرت خلال السنوات الأخيرة بجملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وبما في ذلك أيضا نظام القضاء الذي صدر في الفترة الأخيرة. هذه الأنظمة تمس يعني إجراءات العمل، سواء كانت إجراءات إدارية أو غيرها، وتمس الاقتصاد وتطويره، وتشجع الاستثمار، الخصخصة، في نفس الوقت أيضا تشجع على التصدير. فإجراءات التصدير في الوقت الحاضر ويختلف عنه عما كان في الماضي. أيضا تشجيع رجال الأعمال لاستغلال الفرص المتاحة في مصر، مثل فرص التصنيع. هناك عدد من رجال الأعمال لديهم مشاريع تصنيع في المملكة، وهذا نوع من التكامل في الاستفادة من الفرص الموجودة. هذا بشكل عام ما لدي على هذا الموضوع. أعتقد أنه لو كان واحد من الإخوان الاقتصاديين الموجودين يمكن يضيف أكثر. شكرا. سؤالات أخرى؟ أيوة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عبد الهادي أبو طالب، صحفي في موقع islamonline.net وفي جريدة الأخبار اليومية القاهرية. بودي أن أشكر دكتور إسماعيل سراج الدين لأمرين مرتين، يعني المرة الأولى التنظيم الجيد كما قال زملائي، والجهد الكبير المعمول في العدد المؤتمر واستضافة هذا العدد الكبير من الضيوف، وأشكر معه المكتب الإعلامي اللي ساعد كتير الصحفيين من أول الاستضافة لإعداد الأوراق للبيانات وغيره، هذا شكر خاص لهم، على رأسهم دكتور خالد عزب. الأمر الآخر أشكره لأنه يدعونا الآن أن نولي وجوهنا شرقا. يعني أنا أعتقد أنه كثيرا اعتاد العرب عبر قرون
أن يولوا وجوههم غربا حتى يعني كادت أن تتوقف عند هذا. فهذه فرصة أن نلتفت قليلا وأن نلتفت أيضا للشرق بشكل عام ويمكن اليابان بشكل خاص. السؤال الأول هو بس منطلق من الغيرة على مثل على نجاح اللقاء، وهو رغم أن الحوار بحد ذاته هو له أهمية قصوى، لأنه الحوار وتبادل الأفكار وتبادل الرؤى هي بالتأكيد تمهيد لأشياء كبرى تحدث ولصنع إنجازات، لكنه السؤال هي كيف ينظر الدكتور إسماعيل ومستر نكياما إلى أي مدى ممكن أن تمتد أن يأخذ الحوار هذا الشكل؟ هل يعني ما الخطوة الأخرى، ما الخطوة التالية، كيف يمكن أن ترجم الرؤى إلى مشروعات والأفكار إلى تفاهمات؟ يعني هذا سؤال حول الخطوة التالية. الأمر الآخر أنا أتساءل عن يعني هل كان هناك في التفكير مثلا في عقد مؤتمرات متخصصة يعني تجمع علماء يابانيين في مجالات التقنية أو في مجالات يابانيين وعرب أقصد في مجال معين، في مجالات الاقتصاد أو السياسة أو التنمية أو الإدارة أو التنمية البشرية، لأنه في تجربة يابانية خصبة في مساحة الإدارة ومساحة التنمية البشرية. أعتقد أنه ربما يكون لو في مؤتمرات نوعية تجمع متخصصين وخبراء في مجال معين يمكن أن تفرز وتتمخض عن مشروعات أخرى. فيما يتعلق بالمؤتمر أعلم أن فيما يتعلق بالحوار كان هناك دورات في اليابان، لكن سؤالي هل هناك تفكير أن المؤتمرات الموسعة أيضا يمكن أن تعقد منها دورات في اليابان بحيث يساعد ذلك في تكوين نخبة كما كان يكون دكتور إسماعيل صلاح الدين، نخبة من الإعلاميين والصحفيين العرب المتفهمين بشكل جيد والفاهمين للشأن الياباني والحياة الثقافية اليابانية؟ شكرا جزيلا. شكرا، ولكن أيضا هذا سيكون آخر سؤال، لأن الحقيقة الإخوة ورانا مواعيد أخرى، وأنا سعداء بهذا اللقاء إنما قربنا على الساعة وثلاث أرباع من اللقاء. نبدأ بالجزء الأول، إن الإمكانيات بتاعت إن يبقى في مؤتمرات متخصصة هذا وارد ونتحدث عنه، ولكن كما تفضل أستاذ عزيز التوجري لن نصل إلى نتيجة بعد. يعني إيه الصيغة أو الصياغة المناسبة لمتابعة هذا الأمر، هذا المؤتمر الكبير؟ هل بمؤتمر آخر كبير؟ هل يكون المؤتمر الآخر الكبير سنوي أو كل سنتين أو كل ثلاث سنوات؟ هل تكون مؤتمرات نوعية ومتخصصة تجيب متخصصين من العالم العربي متخصصين يابانيين حول موضوعات محددة سواء تكنولوجية أو اقتصادية أو غيرها؟ أين تعقد هذه المؤتمرات؟ كل هذا الحقيقة طبعا لم يكن لدينا الوقت الكافي لبلورة فكر واتفاق حول آليات تنفيذ معينة، ولكن من الواضح أن في حكم عام يتفق عليه الجميع بما في كل الإخوة اللي حاضرين الإعلام من نوعية الأسئلة اللي سألتها، وهو أن التجربة ناجحة، وإذا كانت التجربة ناجحة فبالتالي يجب ألا تترك دون متابعة. نوعية المتابعة هي اللي عايزة المزيد من التفكير، ولا ننطلق مجرد لنقول يجب أن نكرر هذه التجربة 10 مرات أو 5 مرات أو مرتين أو إلى آخره، لأنه يمكن بعد مرور عدد من الأيام ونأخذ من الجهات المختلفة نظرة تقييم على ما كان أفضل وما كان أقل نجاحا في الجلسات المختلفة، ولماذا، كيفية بلورة الموضوعات قبل اللقاء بعد اللقاء أثناء اللقاء، كل هذا بيفتح لنا آليات جديدة للتنفيذ. من الواضح أيضا فإذا ده هيكون في متابعة، نوعية المتابعة لسه ما نقدرش نحسمها. تاني حاجة، من الواضح أيضا أن في رغبة في أن المتابعة تبقى فيها وسائل إلى الوصول إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، وأيضا سنبحث في هذا. ولكن
أنا أحب أفكركم بحاجة، يعني مثلا لو تذكروا مؤتمر دافوس اللي هو المؤتمر السنوي للWorld Economic Forum اللي بيعقد في سويسرا كل سنة، وبعدين تولد عنه بقى 35 سنة، تولد عنه مؤتمرات أخرى بعضها بيعقد عندنا، يعني السنة دي سنة جاية هيكون في شرم الشيخ أيضا في مايو، السنة دي 2007 كان في الأردن في البحر الميت، فبتعقد هذه المؤتمرات في مؤتمرات آسيوية وفي مناطق أخرى. مؤتمر دافوس أصبح مجال لتوليد وتفريخ لقاءات وأفكار معينة دون أن بالضرورة يقال أن هذا المشروع نتيجة هذا اللقاء، أو أن هذه الندوة التي عقدت في دافوس أدت إلى قيام هذا المشروع، إنما حدث على عبر السنين في مؤتمرات دافوس النتيجة لكده طبعا مشروعات كثيرة تبلورت من لقاءات تمت هناك. أنا شخصيا اشتركت في عدد منها أثناء ما كنت في البنك الدولي، وبعد ما جيت في مصر في قضايا زي قضايا المية ومشروعات مية وغيرها من المشروعات مع جهات مختلفة. فإذا الآليات سنجدها وسنبحث عنها ولم نحسمها بعد، ولكن ممكن أن أعدك أن هيكون في متابعة، وأعدكم أيضا أن هيكون في متابعة متجهة إلى نقل الشعور الطيب إلى أمثلة حقيقية على أرض الواقع. شكرا. بنشكر السيدات والسادة الحضور، وكل الشكر للسادة رؤساء الوفود، كل الشكر.